ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا سيادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، بعد التحية، تأكيدات مصرية متواصلة على عدد من الثوابت فيما يخص التطورات في غزة، أهمها ضرورة وقف العدوان والحفاظ على استمرارية نفاذ المساعدات للقطاع. كيف ترى التجاوب الدولي مع الثوابت المصرية في ظل وجود وزير الخارجية البريطاني؟ هو في الحقيقة وجود وزير خارجية بريطاني مهم للغاية من ناحيتين. الناحية الأولى أن هو بريطانيا والولايات المتحدة كانت من أشد الدول الداعمة لإسرائيل، فبالتالي بيشاهدون الآن ما يحدث في غزة، وأن ده وضع أثار مشاكل في داخل بريطانيا نفسها. يعني في شريحة من المعارضة في بريطانيا بتطالب بعقد جلسة خاصة لمنع تصدير الأسلحة لإسرائيل وضرورة محاسبة إسرائيل على انتهاكها لحقوق الإنسان وارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. فبالتالي هو يعني جاي مدفوع وراء قوة داخلية ورأي عام والجماعات الحقوقية. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، بريطانيا عضو دائم في مجلس الأمن، وهي المرة الماضية امتنعت عن التصويت في قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة صدر بأغلبية 153 عضو، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية صوتت ضده. الآن معروض مشروع قرار على مجلس الأمن يعني بيطالب بوقف إطلاق النار. يعني طلبت الولايات المتحدة الأمريكية عدة مطالب، كان أهمها أن يقولوا تعليق وقف إطلاق النار وليس وقف إطلاق النار. استجيب لهذا الطلب، مصرين على أن يتم إدانة حماس بدون إدانة إسرائيل. فالمجموعة العربية الإسلامية بترى يا إما عدم ذكر أسماء دول وإدانة أعمال العنف والأعمال الحرب والتدميرية بدون إدانة حد، يا إما إدانة الطرفين. فدي المشكلة اللي معطلة القرار اللي المفروض يصدر كان من 3 أيام، ونأمل أن اليوم يتم التوافق عليه. صحيح. أيضا بالنسبة للوزير البريطاني، هو كان رئيس وزراء قبل كده وعنده دراية كبيرة بالمنطقة، يعني كان بيشاع في الإعلام الغربي أن مصر بتغلق معبر رفح، وهذا غير صحيح. احنا بنغلقه ضد من يأتي إلينا، لأنه مش أي واحد بيدخل، لازم في إجراءات أمنية، لكن احنا فاتحينه بالكامل طول الوقت لدخول المساعدات من جميع أنواعها إلى قطاع غزة. صحيح. وهو تأكد من هذا وذكره بنفسه. صحيح. الدور على إسرائيل هي التي تعرقل وتعطل. طيب، يعني دكتور، يعني سيادة السفير، من المهم في إطار ما ذكرته حضرتك أنه هناك ضغوط داخل هذه الدول لتغيير موقفها واللي كان يختلف في وقت سابق، هذه الضغوط في رأيك إلى أي مدى ستكون ضاغطة لتغيير الرؤية وأيضا تغيير القرارات ما دمنا في انتظار صدور قرار من مجلس الأمن؟ يعني الحقيقة أن أصبح الآن هناك عدة أمور ضاغطة بقوة. الأمر الأول هو هذه الضغوط في داخل هذه الدول، سواء داخل المؤسسات، انقسام في الاتحاد الأوروبي بين دول مؤيدة لوقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب ومنح الفلسطينيين دولتهم، ودول أخرى ما زالت تؤيد إسرائيل. انقسام في الولايات المتحدة الأمريكية في داخل وزارة الخارجية وفي داخل الرئاسة الأمريكية. النقطة الأخرى أن إسرائيل لم تنجح في تحقيق ما أعلنته من أهداف لهذه الحرب. كل ما فعلته هو تدمير المنازل وتدمير المساكن وقتل الأطفال. على فكرة هم بيقتلوا الأطفال عمدا لأن دول هم شباب المستقبل. يعني ما هيش مسألة عفوية، وما هيش مسألة زي ما بيدعوا أن لأنهم في أماكن حرب. النقطة الثالثة هو هذه الدول أصبحت مشفقة على إسرائيل، انها اصبحت دوله استعماريه عدوانيه عرصريه بتنتهك حقوق الانسان، ولم يعد احد يستطيع عنها كما دفع عنها كما قال الرئيس بايدن. يعني الرئيس بايدن قال لرئيس وزراء اسرائيل نتنياهو نرجو ان يعني لا تسرفوا في قتل المدنيين. نعم. يعني تمام. تقريبا طيب. هو اخيرا سياده السفير، لابد ان نشير الى الجهود الخاصه بالوساطه المصريه مع الاطراف المختلفه، هذه الجهود بتراها فاعله في الفتره الاخيره؟ في الحقيقه مصر طبعا طرف رئيسي لعده اسباب. السبب الاول ان فلسطين كلها جزء من امن القوم المصري.
ثانيا بالنسبة للعلاقات مع حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة موجودة طول الوقت قبل هذه الحرب وقبل 7 أكتوبر وبعدها، فبالتالي هناك في نوع من الثقة، نوع من التعاون، نوع من القبول إلى جانب التعاون مع الطرف الآخر وهو قطر. فبالتالي وشاهدنا أن المكتب السياسي المقيم في الخارج، لأن القيادة قيادتين، قيادة ميدانية وقيادة في الخارج، فالمكتب السياسي برئاسة إسماعيل هنية وصل التفاوض على مسألة تبادل الأسرى، لأن هناك مشكلة وهي تبادل الأسرى بالنسبة للسيدات الإسرائيليات. الحماس بتقول ان هم مجندات وبالتالي ينطبق عليهم وضع الجنود. نعم. اسرائيل بتطلب بتقول لا هم النساء، هن النساء ويطبق عليهم وضع النساء. دي نقطة خلاف شديدة. النقطة الثانية، حماس بتطلب وقف كامل لإطلاق النار. اسرائيل بتقول لا هدنة، وهم مشفقين من أعياد الميلاد، أعياد الميلاد للكنائس الكاثوليكية هتبتدي من يوم السبت لمدة أسبوع. إذن الهدنة وشيكة والجهود مستمرة في هذا الإطار. أشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف.